وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كلمة إلى القمة العربية في دورتها العادية 30 التي بدأت أعمالها في الجمهورية التونسية صباح اليوم، قرأها نيابة عن جلالته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدى ترأس سموه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة. وأعطي الكلمة الآن إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين، فليتفضل. فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيس القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أنقل لفخامتكم خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتمنيات جلالته لأعمال القمة كل توفيق ونجاح بما يسهم في دعم مسيرة عملنا العربي المشترك في مختلف المجالات، معربا لفخامتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة منذ أن حللنا ببلدكم العزيز تونس. ويشرفني يا فخامة الرئيس أن ألقي الكلمة الموجهة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى هذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نتقدم لأخينا فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بخالص التهنئة على تسلمه رئاسة القمة العربية في دورتها الاعتيادية 30، متمنين لفخامته كل توفيق في قيادة مسيرة العمل العربي للفترة المقبلة لما فيه خير قضايانا العربية العادلة وتحقيق مصالحنا المشتركة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الجمهورية التونسية الشقيقة والمكانة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي. كما نعرب عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على جهوده المباركة ومساهمته الكبيرة في تعزيز العمل العربي المشترك أثناء ترأسه لأعمال القمة السابقة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، تنعقد هذه القمة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات ومخاطر في هذه المرحلة من تاريخها الحديث، الأمر الذي يستوجب منا توحيد الصف والعمل على تطوير آليات عملنا المشترك سواء في إطار جامعتنا العربية أو زيادة التنسيق والتشاور والتعاون بين دولنا الشقيقة في ضوء ما ينص عليه جدول أعمال هذه القمة وما سوف يخرج به من توصيات وقرارات تحقق المصالح المشتركة لأمتنا العربية في التنمية الشاملة التي تقوم على تطوير التعليم وبناء الاقتصاد وصيانة الأمن والاستقرار. وبناء على ما تقدم فإن تحقيق ذلك يقوم على إقرار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، يأتي في مقدمته حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقه المشروع كغيره من الشعوب في قيام دولته المستقلة الكاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمة القدس الشريف التي ندعو إلى المحافظة على وضعها بالنسبة للعرب والمسلمين وطابعها التاريخي العريق استناداً إلى ما جاء في مبادرة السلام العربية ووفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. تابعنا ونتابع باهتمام وقلق الأوضاع غير المستقرة في بعض من دولنا العربية الشقيقة، ونأمل
أن تسفر الجهود الوطنية والدولية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها ووحدة ترابها. فبالنسبة للوضع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، نؤكد على أهمية حماية استقلالها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، ونبارك الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي وفق بيان جنيف واحد وقرارات الأمم المتحدة بمشاركة فعالة ودول عربي نشط بما يضمن سيادتها على جميع أراضيها بما فيه هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، رافضين أي ادعاءات أو قرارات خارجية بهذا الشأن، مؤكدين موقفنا الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة. كما نؤكد دعمنا للجهود التخلص من الجماعات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والدولية تحقيقاً لطموحات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية، مؤكدين في هذا السياق دعم جهود السيد جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. أما الجمهورية اليمنية الشقيقة فإن الوضع لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لنا ولدول المنطقة، وخاصة في ظل التدخلات الإيرانية المباشرة ودعمها المتواصل لجماعة الحوثي الإنقلابية التي تعمل على تعطيل تنفيذ جميع ما تم ويتم الاتفاق عليه، وخاصة في اجتماع ستوكهولم الأخير، وذلك بغية استمرار الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأزاء ما يجري فإننا نؤكد دعمنا الكامل للشرعية في اليمن، وحدة أراضيه واستقلاله، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل مبني على الثوابت الأساسية التي تقوم عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 بمساهمة فاعلة من الأمم المتحدة، مؤكدين على الدور الهام للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهود قوات الحكومة الشرعية في استعادة الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن الشقيق. وأزاء ما تشهده ليبيا الشقيقة من اضطرابات وعدم استقرار فإننا نجدد دعمنا لكافة الجهود الهادفة للمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة لتكون قادرة على القيام بمهامها في التصدي للإرهاب بمختلف صوره وأشكاله بما يحفظ ليبيا استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وننوه بالجهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة للتوصل لحل سياسي وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني، مشيرين بالدور الإيجابي لدول الجوار الليبي لحل هذه الأزمة. أصحاب الجلالة والسمو الفخامة يزخر جدول أعمال القمة ببنود في غاية الأهمية بما فيها ما يخص الإرهاب ومكافحته وصيانة الأمن القومي العربي من هذا الوباء المدمر وما نتج وينتج عنه من حصد للأرواح وتدمير الدول، مجددين في هذا الصدد موقفنا الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مكانه ومرتكبه ودوافعه وحيث مرتكب، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها الفكرية والمالية، مجددين في هذا الصدد إدانتنا لتلك الأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الإسلام أو تلك التي تستهدف المسلمين الأبرياء في جميع أنحاء العالم، حيث أنها أعمال إرهابية مدانة ومنافية لجميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. فخامة الرئيس، الحضور الكرام، في ظل ما يواجهه الإرهاب من إدانة فإن إيران لا تزال هي الراعي الأول للإرهاب بما يشكله من تهديد سافر ليس على أمن واستقرار دولنا فحسب، بل وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي عبر تدخلاتها في شؤون الدول العربية ودعمها متعدد الوسائل للعنف والتطرف والإرهاب والتنظيمات الإرهابية وإثارة الفوضى وزعزعة الفتن وزرع الفتن للإضرار بأمن دولنا واستقرارها.
ومصالح شعوبها. كما أن مواصلة إيران تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي مخالفة صريحة للقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ويمثل تهديدا لأمن المنطقة وشعوبها، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود للتصدي لهذا الخطر وزيادة الضغط على إيران للالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وفق ما نص عليه المواثيق الدولية. وفي سياق تهديدات إيران لأمن المنطقة، فإن استمرار احتلالها لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وموسى يستوجب مطالبتها بضرورة التجاوب مع المساعي الحثيثة لدولة الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مجددين دعمنا التام لحق الإمارات في السيادة على هذه الجزر. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، إذا أجدد تمنياتنا لأعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح، يسرنا الإشادة بالجهود التي يبذلها معالي الأمين العام الجامعة للدول العربية سيد أحمد أبو الغيط وجهاز الأمانة العامة لتطوير وتعزيز دور الجامعة العربية وتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبما قاموا به من عمل للتحضير والإعداد لهذه القمة، مجددين شكرنا وتقديرنا للشقيقة تونس لاستضافة القمة وتوفير عوامل النجاح لأعمالها، داعين الله التوفيق للعمل لما فيه خير وصالح أمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.